وزي ما شفنا ميار النهارده بتحقق انجاز كبير جدا جدا، والاهم من هذا الانجاز كمان ان احنا نبص بقى لدعم هذا الانجاز، وان النهارده بتحقق حاجه كويسه قوي، لكن لازم الاهتمام بقى، عندها دخل على بطوله اولمبيه كبيره جدا ان شاء الله، كل الدعم ليها، عندها مشوار طويل ان شاء الله. يعني الدكتور اشرف صبحي بيقوم بواجب كبير جدا وبيدعمها، لكن احنا كمان لازم سبونسر لعبه التنس من اللعبات المكلفه شويه، لازم يكون عندها سبونسر خاص جدا يهتم بيها بلغه الكره كده. لازم نلمع نجومنا شويه، مش نجومنا في الكره بس، نجومنا اللي فعلا بيشرفونا على المستوى الدولي، ده مهم جدا. مستوى الكره عارفين وماشيين فيه وبنحاول بقدر الامكان، لكن في ابطال وبطلات على المستوى العالمي محتاجين الدعم ده، محتاجين المساهمة دي، ومحتاجين ان يكون في سبونسر ونصرف عليهم كويس، زي ما بنصرف على الكوره نصرف على اللاعبين واللاعبات دوت. عندنا بطوله اولمبيه ان شاء الله جايه السنه اللي جايه في الصيف اللي جاي ان شاء الله، نشوف ميداليات ومصر تحصد ميداليات على المستوى الاولمبي باذن الله ان شاء الله.